كنتش اعرف ان طموحك انك تبقي مغنيه. انت كل المعلومات اللي اديتيها لي انك انت بتشتغلي في السكيات، وانا الشركه بتاعتي زي ما انت شايفه كده بتشتغل في الالكترونيكس. فبصراحه ما كنتش عارف اجيبها لك ازاي، يعني ان انت مؤهلاتك ما تنفعش عندي في الشركه. وبصراحه كمان ما رضيتش اكلم حد من اصحابي علشان اشغلك عنده، عشان انا عاوزك قصاد عيني على طول. بقولك ايه، اطلب لي واحد ليمون وهات لي مناديل عشان الدمعه هتفر من عيني. انجز واختصر. بعد دخلت الورد اللي بعتهولي عايز تقولي؟ تمام. ولما انت شايفه ان انا بلعب بيكي وافقتي تيجي تقابليني ليه؟ وقولي لي بجد من غير الكلام الغريب ده اللي انا ما بفهموش على الدغري وعلى السخان. باين بلاش الكلام ده. فاكر لما وصلتني بعربيتك البيت؟ ساعتها حسيت بحاجة جوايا بتقولي إن أنت كويس، بس من اليوم ده بدور على الحاجة الكويسة دي مش لاقياها، فقلت أجي النهاردة يمكن ألاقيها. أنا اللي جوايا ليك يا سنية زي ما هو، ولا تحب أقولك يا لؤلؤ؟ بمناسبة لؤلؤ بقى، أنا ظبطت لك النهاردة ميعاد مع المنتج عزة الشامي. مين عزة الشامي؟ مين عزة الشامي؟ ازاي بتغني وعاوزه تبقي مغنيه وما تعرفيش مين عزت الشامي؟ ده صاحب اكبر شركه انتاج وتوزيع في الشرق الاوسط، ده نص نجوم بلدك ماضيين معاه. ده اللي اسمه مكتوب دايما على صور كاميليا شامي ميوزك تقدم. بالظبط كده. اهو عزت الشامي ده بقى صاحبي جدا ويتمنى يخدمني. ايوه بس انا ماضي عقده ما ينفعش افسخه. عارف، ما انا اول ما سمعت الاغنيه بتاعتك عرفت ان كوكس هو اللي عاملها لك، وهو موجود تحت دلوقتي بيخلصوا معاه اجراءات فسخ العقد. مستر طارق، كوكس موجود بره وتامر خلص معاه، منتظرين بس حضرتك. خليهم يدخلوا يا نيال. اه صحيح يا نيال، عاوزك بعد ما كوكس يمشي تاخدي لؤلؤ وتروحوا نفس المحل اللي رحتوه المره اللي فاتت وتجيبي لها طقم حلو كده عشان عندنا ميتنج. ده طبعا لو ما وراكيش حاجه. ولو وراه هتفضي نفسها، بس بتحب تروح المحل ده قوي بالذات لو واخده الكارت بتاعك. بعد اذنك. اتفضلي. انتي؟ انا مش هروح معاها حته. انت مش كل ما هتشوفني هتكسيني. هو انا لبسي عره قوي كده؟ يا عم انا زي ما انا، عايز تاخدني معاك كده تمام، مش عايز مش رايحه. يا ستي انا عاوزك زي ما انتي. انتي اصلا زي القمر، مش ناقصك حاجه. كله تمام يا مستر طارق. دي نسخ العقد اللي بين لؤلؤ وكوكس. كده باين يا فوكس. بالعكس، انا عملت اللي فيه مصلحتك. انا استاذ سامر فاهمني ان مستر طارق هيخليك تمضي مع عزت الشامي. عزت الشامي في الشغلانه بتاعتنا دي ليفل الوحش، مفيش بعده. فانا كمدير اعمالك يعني السابق. اكيد. عملت اللي فيه مصلحتك. عزت الشامي هيحطك في حته انا لو قعدت اجري معاك عمر كله مش هعرف اوصلك ليها. والحق لله برضه انا خدت قرشين رضوني يعني، فانا تمام. انا ازيك يا مستر طارق؟ اتفضل يا كوكس. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.